من هم بنو عبد الواد؟ ما هي العوامل التي ساعدت في قيام دولة الزيانيين؟ كيف كانت علاقة الدولة الزيانية مع الدولة المارينية والدولة الحفصية ومع الدولة الجزائرية في ظل العهد العثماني؟ كيف كانت نهاية دولة بنو زيان؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سوف نحاول إن شاء الله الإجابة عنها في الموضوع التالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، في البداية وجب التعريف ببني زيان، فهم ينتمون إلى بني عبد الواد أحد فروع قبيلة زناتة العظيمة. وكان بنو عبد الواد يعيشون على الرعي والقنص في موطنهم الممتد من جبال سعيدة إلى وادي ملوية، واشتهر رجالهم بالفروسية والنجدة وشيوخهم بالحكمة والدهاء. وفي عهد الموحدين استقروا بنواحي تلمسان وقاوموا دعوة الموحدين في البداية، فلما أدركوا قوتهم وعظمتهم دخلوا في خدمتهم لعلمهم بأن المقاومة لا تجدي نفعا. أما بالنسبة لتأسيس الدولة الزيانية العبدوادية والتي كانت سنة 633 هجري الموافق لسنة 1235 ميلادي، فلما دخل بنو زيان في خدمة الدولة الموحدية خدموها بإخلاص وساعدوا في حروبها وأبلوا بلاء حسنا، كما شاركوا في إقامة عظمتها ومجدها واعترفت بفضلهم عليهم، فاقتطعتهم جهات من تلمسانة وأمرتهم عليها، وكان ذلك في عهد شيخهم جابر بن يوسف. وكان الاعتراف به أميرا على تلمسانة وأحوازها سنة 627 هجرية الموافق لسنة 1230 ميلادية، وكان ذلك نواة لقيام الدولة الزيانية. وحين آلت زعامة القبيلة إلى البطل العظيم إغمراسن ابن زيان ورأى تدهور أحوال الموحدين وانفصال بني حفص عنهم، الدولة الحفصية كانت في جهة تونس، اغتنم الفرصة لتحقيق حلم أسرته القديم في تأسيس ملك لهم، فأعلن استقلاله بإمارته سنة 633 هجري الموافق لسنة 1235 ميلادي، فكان بذلك مؤسس هذه الدولة التي عاشت أكثر من ثلاثة قرون بين زوابع الفتن وأهوال الحروب. ولما نتكلم عن العوامل المساعدة على قيام الدولة الزيانية فيمكن تلخيصها في عدة عوامل، أهمها ضعف الموحدين بعد الهزيمة الكبرى التي منيوا بها في معركة حصن العقاب بالأندلس أمام إسبان وحلفائهم سنة 1212 ميلادية، مما أدى إلى عجزهم عن دفع وقمع الحركات الانفصالية. كذلك قوة قبيلة بني عبد الواد وتماسكها بفضل دهاء زعمائها ومرونتهم، الأمر الذي جعلهم يكسبون ولاء القبائل الأخرى، بالإضافة إلى تاهية ولائهم للانفصال منذ وقت طويل بتنظيمها وإصلاح شؤونها، وحجب السلطة الموحدية عن أهلها حتى لم يبق لها قبل الانفصال إلا الخطبة. كذلك كان انفصال الحفصيين بتونس عن الموحدين عاملا مشجعا ودافعا لإغمراسا للاقتداء بهم في سبيل كسب المجد والحكم لأسرته، كما علمته الأحداث بأن بني مرين في طريق الانفصال، فتعجل الأمر قبل أن يقتسم الحفصيون والمرينيون بلاد المغرب الإسلامي. ومن العوامل أيضا مناعة تلمسان عاصمة الإمارة، وهي من العوامل الهامة في قيام الدولة الزيانية. أما بالنسبة لحدود الدولة الزيانية فلم تكن حدود الدويلات الثلاث التي ظهرت في ذلك الوقت الحفصية والمرينية والزيانية على أنقاض الدولة الموحدية، لم تكن حدود هذه الدويلات قارة بسبب ما كان بينهما من حروب مستمرة على زعامة المغرب وبسط النفوذ على كامل التراب الموحدي، فكل واحدة من هذه الدول ترى أن لها الحق بخلافة الموحدين، ونتيجة لذلك كان النفوذ الحفصي يمتد أحيانا إلى المغرب الأقصى، كما كان النفوذ المريني يمتد إلى تونس أحيانا أخرى، وكانت الدولة الزيانية بينهما تتمدد وتتقلص حسب الظروف، ولكنها في الغالب كانت تتمدد من جرجرة شرقا إلى وادي ملوية غربا.
ولما نتكلم عن نظام حكمها وعاصمتها، فكان نظام بنو زيان نظاما ملكيا وراثيا مطلقا يطلق على ملكها أمير المؤمنين، وغالبا ما يتولى العرش بعهد من سابقه، يجمع كل السلطات في يده، وكانت منزلة الحاجب أقرب المنازل إليه، وتأتي بعدها منزلة الوزراء والقضاة وصاحب الشرطة والمحتسب، ثم قادة الحاميات وشيوخ القبائل. واتخذ الزيانيون من تلمسان عاصمة لهم. أما بالنسبة لسياسة بني زيان وعلاقتهم مع الدويلتين الحفصية والمرينية، فكانت علاقات حرب وعداء في أغلب الأوقات، وكانت العداوة مع المرينيين أشد استحكاما، وقد لجأت الدولة الزيانية إلى انتهاء سياسة المحافظة على توازن القوى بين الجارتين حتى لا تطغى واحدة على الأخريين، فكانت تميل إلى جارتها الشرقية أحيانا وأحيانا أخرى إلى جارتها الغربية. أما علاقة الزيانيين مع مسلمي الأندلس فكانت علاقة أخوية متينة يربط بينهم شعور بما يتهدد إخوانهم في الأندلس من أخطار، فكان الزيانيون يمدون المضطهدين في الأندلس سنويا بالمساعدات المالية والعسكرية، ويستقبلون الذين يلجؤون إليهم وييسرون لهم سبل العيش والحياة الكريمة، وهذا ما أدى إلى تزايد حقد الإسبان والبرتغال على المغرب الإسلامي الذي تحول إلى حملات عنيفة على كل سواحله. بالنسبة لعلاقة الزيانيين مع الغزاة الصليبيين الإسبان، فلما احتل الإسبان كامل المدن الساحلية للمغرب الأوسط بين 1500 و1510 ميلادي، لم يفعل بنو زيان الشيء الكثير لمنع هذه الكارثة، بل على العكس من ذلك أعلنوا اعترافهم بالإسبان حفاظا على سلطتهم. ولقد مكن بؤس الزيانيين وتخاذلهم وعجزهم عن الدفاع عن المقدسات والأرض والعرض، مكن الإسبان من الانقضاض على باقي مدن المغرب الأوسط المهمة مثل مستغانم والجزائر. بالنسبة لعلاقتهم مع الدولة الجزائرية، كانت علاقة دولة بني زيان مع الدولة الجزائرية الناشئة في مدينة الجزائر على يد الإخوة بربروس في بجاية والجنويين في جيج العلاقة عداء، فقد وقفوا مع الإسبان في صف واحد من أجل إفشال مشروع الإخوة في طرد الإسبان وتحرير مدن المغرب الأوسط المحتلة وإقامة دولة جزائرية قوية ومهابة الجانب. لقد كان لهذا الكيان العميل المتآمر دور كبير في استشهاد القائد البطل الشهيد بابا عروج في وادي المالح غرب عين تموشنت، وأيضا تلك الكوكبة من المجاهدين الشرفاء وعلى رأسهم إسحاق بن يعقوب وإسكندر الكورسي في قلعة بني رشد، وأيضا حركة التمرد ضد الدولة الجزائرية التي قادها الخائنان بالقاضي ومحمد بن علي. لقد كان لكيان تلمسان الضعيف وحكامه الخونة دور كبير في تأخير عملية تحرير المغرب الأوسط من الاستعمار الإسباني. أما بالنسبة لنهاية دولة بني زيان، فقد كانت نهاية أليمة، إذ لم ينفع هذه الدولة اعتراف الإسبان بها وارتماؤها في أحضانهم ضمانا لبقائها، ولم يهب لنجددها حينما قررت الدولة الجزائرية بعد هزيمتها للتحالف الأوروبي بقيادة شارلو كينز سنة 1541 ميلادي إنهاء هذا الكيان وغيره من الكيانات الأخرى المتآمرة. وبالفعل قام صالح رايس بحملة في غرب الدولة الجزائرية أنهى من خلالها دويلة تلمسان أو ما كانت تعرف بالدولة الزيانية دون مقاومة تذكر ودون تدخل من الحامي الإسباني. والواقع أن نهاية هذا الكيان كانت نهاية طبيعية وأيضا نهاية غير مأسوف عليها، فالعملاء يستخدمون وحينما تنتهي مهمتهم يتركون لشأنهم. غير أن الغريب في الأمر أن آخر حكام هذا الكيان وبدأ أن يبقى في تلمسان ويعلن خضوعه للدولة الجزائرية فر من تلمسان ولجأ إلى الإسبان في وهران، ومنها دخل إلى إسبانيا وارتد عن الإسلام وبدل اسمه إلى الدون كارلوس ومات في دير في إسبانيا، كل ذلك نكاية في مدينة الجزائر التي شكلت نواة دولة قوية عمرت لحوالي 317 سنة. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه في الموضوع بإلحاح والذي نختم به هو: لماذا سكتت الكتب التاريخية عن ذكر هذه النهاية للكيان الزياني العميل؟
وفي الأخير نتمنى أن ينال الموضوع إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.